كيفية إراحة اللاعبين بقى خلال الفترة اللي جاية؟ 3 مباريات النهاردة، شفنا البداية، شفنا خط الدفاع بالكامل، هل من الممكن بكرة مثلا، يعني الماتش اللي جاي مش بكرة، الماتش اللي جاي يريح خط الوسط، الماتش اللي بعده يريح الهجوم كله كده يعني ولا؟ ممكن ممكن في الوقت ده. هقول لك ليه، خلاص يعني زي ما نقول اللعيبة ما شاء الله وصلت لمرحلة اللي هي خلاص انت خدت البطولة، في اندماج، في حب بين اللعيبة، في يعني حتى لما بتلعب النهارده اللعيبه مثلا احمد نبيل كوكا في الملعب وبتنزل كريم الدبيس، وبتحس ان هم كانوا بيلعبوا مع الفرقه من زمان، يعني في تناغم. وبعدين في وسطهم لعيبه برضو خبرات، يعني لما بيبقى في وسطهم ديانج، قفشه، محمد شريف، يعني بتلاقي قفشه النهارده، بس لما نيجي نتكلم على يعني عايز اقول لك، لا يعني هقول لك عارف بمعنى ايه، انت عملت الطبخه وطعمها حلو فهتحط اي حاجه عليها هتجملها، فبالتالي اي حد هيلعب في الوقت ده مفيش ضغوطات كبيره، انت بتلعب مباراه يعني عايز تكسب وشكلك يبقى كويس. واحنا عندنا اللعيبه بتاعتنا يعني عندهم الحمد لله اصرار على المكسب، والمكسب مع اي فريق وما بيهابوش اي فرقه، فبالتالي لا يعني لما تيجي تدخل لعيبه، بس طبعا هتعمل توازن شويه، يعني احط في وسطهم لعيبه توزن الموضوع، يبقى في توازن من اللعيبه بتلعب مع مجموعه ما كانتش بتلعب، الدنيا هتمشي. ودي يعني وضحت النهارده، النهارده اللعيبه الكويسين في الملعب اللي دخلوا على الفرقه كمان. كيفيه خلق الدوافع بقى، يعني في انا خلاص خلصت دوري محتاج اريح، لعبت بقى ما لعبتش في الاخر، انت لما تيجي تتكلم عن قفشه لعب 3/4 الماتشات، أيوة. طاهر نفس الكلام، مين تاني مجموعه اللعيبه، رامي ربيعه لعب ماتشات كتيره، الشناوي محدث ولا حرج، ديانج نفس الكلام، الكوكا يمكن لسه راجع من المنتخب الاولمبي ولعب كتير، فخري ما لعبش غير الفتره الاخيره، بقيه اللاعبين كلها تقريبا لعبت مباريات كتيره يعني. فانا هخلق دوافع منين انا كمدير فني؟ ازاي هقدر اخلع الدوافع دي وانت واحد من الناس اللي بتقدر تعمل هذا الامر بشكل جيد؟ بص يا كابتن اسلام، الدوافع اكيد موجوده في النادي الاهلي، وانا كمثلا لو انا مدرب النادي الاهلي وبتكلم مع لعيبتي في اوضه اللبس عشان اخلق دوافع، اول حاجه اللاعب اللي بيلعب او اللي بيخش على الفريق في الفتره دي نفسه انه يبقى لعيب اساسي في الفرقه، اذا كان من اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه او من اللعيبه الصغارين، اكيد هتكلم معاه انت النهارده يعني لو بشرح لعيبتي بقول له لا انت النهارده كنت السنه دي لاعب قد ايه وما لعبتش كتير، لما تلعب مع الفرقة او تحط نفسك وتثبت، لا انت بتخش دماغ المدرب وبتحط نفسك في التشكيل الاساسي. لعيبه الاهلي طبعا في دوافع، النهارده لعيب اي لاعب من النادي الاهلي بيعمل حاجه كويسه الجمهور كله بيتكلم عليه، فما اسهمه بتعلى عند الجماهير واسهمه في ارتفاع سعره وفي ارتفاع ثقه الناس فيه مهمه جدا، كل دي دوافع كابتن اسلام. يعني النهارده لما الناس تخرج تقول مثلا كريم الدبيس هايل او احمد كوكا كويس جدا او فخري احسن، طبعا طبعا ده هو يبني على الكلام ده، النهارده اللاعب يبني على الكلام ده، لا ده لما يجي الماتش التاني يبقى كويس والماتش اللي بعده خلاص يبقى السنه الجايه الراجل بيبدا، فاهمني؟ فطبعا لا الدوافع موجوده وموجوده عند اللعيبه. محمد شريف النهارده عايز يبقى هداف الدوري، طاهر بيسجل هدفين وعايز يقول لا انا طاهر اللي بكسب الاهلي، لا الدوافع موجوده. بالعكس اي مباراه تفوت لاعب من النادي الاهلي يا كابتن اسلام من غير ما يعمل فيها او ياثر فيها اللعيب بيزعل وبيرجع بالتاريخ، هيعرف الكلام ده بعد كده. كل مباراه بتضيف لي فيها حاجه، بتضيف لتاريخك، بتضيف لي لحاجات كتيره قوي عمر الناس ما تنساها. الناس لحد النهارده مش ناسيه لي جوان مثلا جبتها طبعا، مش ناسيه كوره بسيطه للانفراد للاعب، مش ناسيه ان انا شلت كوره مثلا من على خط المرمى وانا راجل مهاجم، الناس ما بتنساش، فكل ده يعني بيتضاف ليك. فكل مباراه للنادي الاهلي دافع كبير للعيبه اللي موجوده بالذات الشباب واللعيبه اللي ما لعبتش كتير الفتره دي.